شايفين المواطن اللي هناك ده؟ قصته غريبة وكمان عجيبة. كمل الحلقة وهتنبهر زي ما انا انبهرت بالظبط. الحوار اللي هتسمعه دلوقتي دور ما بين رئيس دولة والنائب بتاعه، بس حاول تخمن هو مين في الكومنتات. شايف المواطن اللي ماشي هناك ده يا فلان؟ طبعا يا فندم. كان بيفول عربيته ب30 جنيه بس، وكان بيفطر ويدلع نفسه ب3 جنيه، وكان يوم ما يحب يشتري خط الموبايل بتاعه كان بيشتريه بجنيه واحد بس، وكان بيشحن موبايله ويحب طول الشهر، تخيل بكام؟ كان ب10 جنيه بس، وكان بيدفع كهربا وغاز ومية ما يكملش ال100 جنيه. يوم ما كان بيدخل عياله مدارس كنت عامل دعم على المدارس، وكان بيدخلهم ببلاش. وكان يوم ما مراته تولد كانت بتولد في مستشفيات حكومية، وكمان كنا بنديله أسبوع، وكمان لو كان ظروفهم وحشة كان ممكن ياخد فلوس. وهو نفس المواطن كان بيصحى الصبح يفتح الراديو يلاقي أغنية يا صباح الخير يا اللي معانا، من غير نكد ولا هم ولا مصاريف. لكن دلوقتي الموضوع اختلف تماما. طب ايه سبب الاختلاف ده يا فندم؟ ممكن يكون التكنولوجيا او التطور او حتى اختلاف ثقافات الاجيال، بس من رأيي أنا الدنيا ما بقاش فيها بركة زي الأول. ولكن طبعا رأيكم حابين نسمعه في الكومنتات. وبكده الحلقة انتهت. كنت معاكم أحمد يونس، بس مش بتاع الرعب.